إذن هي مطالب وآمال متعددة يعلقها المواطن على الحكومة بتشكيلها الجديد بمختلف أنحاء الجمهورية. نستمع إلى عدد منها من قلب الشارع المصري. عايزين الاهتمام بالصحة والتعليم والنظافة ويراعوا الناس الكبار يعني في السن. إن هو يعمل إصلاحات كتير في الطرق اللي داخل المحافظة، لأن في حاجات كتير لابد يتم تعديلها، لأن أثرت بشكل ملحوظ على شكل دمياط. مش ده شكل دمياط اللي احنا كنا نعرفه. نظرة عطف للأرياف، لأن الأرياف وأهم حاجة الرقابة على المحلات. يعلى بالمستوى بالنسبة لدمياط والطرق والكباري والتعليم. نهتم بالمحافظة بمشاكلها اللي هي بتاعت النجارين والناس الحرفيين، ويساعدهم ويوفر للشباب فرص عمل. أهم حاجة احنا طالبينها منه إنه يوفر فرص عمل للشباب. عاوزين نحس ان المحافظه اتغيرت. النهارده مش عاوزين نهتم بطريق المفروض ما ينشالش ولا ينشال. احنا بنقول للمحافظ الجديد يا ريت الطرق اللي موجوده وصالحه يتعمل لها نوع من الترميم، والطريق اللي يحتاج احنا نقدر يترصف. تاني حاجه احنا بنطالب المحافظ ينزل حاجات ميدانيه. بطالب من محافظ كفر الشيخ الجديد ان هو يهتم اكتر بالصحه، ولازم يكون في رعايه صحيه او رقابه صحيه، وخصوصا على الوحدات الصحيه داخل الكره. التواجد في الشارع المصري متطلبات الجماهير كالأسعار بالدرجة الأولى والمواصلات بالدرجة الأولى، ونشوف إيه اللي يريح المواطن المصري، لأن دي المرحلة المتطلب فيها الحكومة الجديدة والمحافظين الجدد. الاهتمام بالأولويات وفي مقدمتها قطاع الصحة وقطاع التعليم، وكذلك النظر بعين الرافة إلى محدودي الدخل والاهتمام بالطاقة الشبابية على أرض عروس الدلتا كفر الشيخ. كل النواحي الخدمية والسياحية اللي موجودة بمحافظة كفر الشيخ، وخاصة مسار العائلة المقدسة ومصر البلطي. بتمنى منه أنه إن شاء الله الفترة القادمة يستكمل جهوده في حل مشكلة المياه من خلال التوسع في الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية الحالية وإقامة محطات تحلية جديدة للقضاء نهائيا على مشكلة المياه في محافظة مطروح. الاهتمام بتطوير محافظة مطروح وتجميلها لأنها محافظة سياحية وتعد وجهة لكل المصطفين خاصة في فصل الصيف. ثانيا بتمنى أيضا أن التوسع في إنشاء المدارس الدولية، وضع محافظة مطروح على خريطة الصناعة، وده موضوع مهم جدا، جذب استثمارات حقيقية للمحافظة، ومن خلالها هيتم إيجاد فرص عمل للشباب إن شاء الله رب العالمين. أيضا تبني مشروعات الزراعية اللي هي توسع في الرقعة الزراعية في محافظة مطروح. منصورة دي أم يعني بلد الجمال، عايزين نشوف الجمال في الدقهلية تاني، عايزين نشوف الجمال في الدقهلية ونشوف التنسيق في الدقهلية شكله إيه. يا ريت يهتم بالشوارع، وفي أماكن كتير عاوزة تتسفلت، ونهتم ايضا بالمستشفيات بالاخص في المنصوره، لان احنا المنصوره بتتميز بالدكاتره عندها، فلازم نهتم بالمستشفيات الخاصه بها. مطلب من محافظه الدقهليه ان هو يهتم برصف الطرق الداخليه في المنصوره والشوارع الجانبيه اكتر، في طرق غير ممهده كتير قوي في المنصوره، باهتمام بملف التشجير والتجديد في المنصوره. بطلب من محافظ الدقهليه الجديد تشجير المدينه، الاهتمام بالريف، الاهتمام بالمستشفيات، الرقابة على السلع. لازم أن المنصورة ترجع جزيرة الورد زي ما كانت في عهدها السابق جزيرة الورد، مش المنصورة بس. بالنسبة للتعليم احنا عايزين نستقر على نظام بس للتعليم، لان احنا دلوقتي كل يوم والتاني نظام جديد للتعليم، نظام للإعداد جديد، نظام للثانوي جديد، نظام للابتدائي جديد. احنا عايزين نظام واحد بس نمشي عليه كده عشان نحس ان احنا مستريحين وولادنا مستريحين.